يتقدم الى مصالح معالجه الادمان وازاله السموم. ما راحش يعني يحكم عليه بالسجن. لا 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 لا, لا. مادام على بالك حتى في القانون القديم اذا كان شخص يعني تمسك وهو كان يتعالج من هذه الماده وتمسك لانه كيكون الانسان يتعالج نعرفوا انه عنده مده قانونيه يبقى يتعاطى فيها ما يقدرش يعني يحبس ضربه واحده. اذا كان تمسك وهو راهو يتعالج في تلك المده يعني لا تطبق عليه العقوبه الجزائيه لانه فعلا راهو يتعالج. اما حاليا الناس اللي يتمسكوا هما راهم يتعاطوا خصوصا كيكون متعاطي يعني انسان راهو يتعاطي يكون مبتدئ. هذا المبتدئ يعني يعني يحول الى مراكز العلاج يخير ما بين تجرى خبره طبيه اذا كان فعلا هذا لازم له علاج من التسمم يخير ما بين انه يعالج او يحول الى المؤسسه العقابيه. وبطبيعه الحال يعني حتى اللي حبش يتعالج راح يقول لهم بلي انا نتعالج نعرفوا ما كاينش اللي حاب يدخل للحبس لكن تبقى هناك مراقبه يعني تبقى مراقبه لمده سنه. اسمحي لي فقط نحب نعرف فتره السجن شحال تكون شحال يسجن من الى راني جايتك يوسف نكمل لك برك فقط لا فقط حبيت برك باش نطرق الى نقاط اخرى نروحوا لها نروحوا لها راني جايتك انه اللي ما حبش يتعالج ولا اللي تخلى على العلاج يعني في تلك الفترة يعني هذيك المدة تاع سنة أو قبلها كانت تخلى على العلاج هنا يعني العقوبة تكون اللي نصت عليها المادة 12 تكون من شهرين إلى سنتين حبس نافذة والغرامة تكون من 5000 إلى 50000 دينار جزائري أو إحدى العقوبتين. يخير ماشي يخير القاضي هنا هو اللي عنده السلطه التقديريه هو يخير ان كان حب يتعالج او لا لانه العلاج نعرفوا انه لازم تكون اراده شخصيه لو كان ما تكونش الاراده راهو ما يتعالج.